السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، حياكم من جديد في برنامج مسار، وحلقتنا الجديدة اليوم راح نتحدث فيها عن أنسنة المدن. إيش هي أبرز الخطط والاستراتيجيات وآخر التحديثات للتخطيط الحضري في سلطنة عمان الذي يلبي عناصر أنسنة المدن ويحقق هذا المفهوم أو هذه النظرية؟ من خلال محطاتنا في مسارنا لهذا اليوم راح نقف على هذه التحديثات والخطط والاستراتيجيات، وأيضا نستعرض وجهة نظر من وسيط عقاري متخصص، وأيضا كثير من التفاصيل المتعلقة بأنسنة المدن في سلطنة عمان، وراح نستعرض أيضا نماذج كثيرة ناجحة هنا في سلطنة عمان، وأيضا تجارب دولية مختلفة أسست أنسنة المدن في أحيائها السكنية وأيضا يحتذى بها. كل هذه التفاصيل راح تعرفونها إن شاء الله من خلال مسارنا. أنا خالد البداعي وأنتم في مسار، حياكم معنا. عشان نحقق مفهوم أنسنة المدن، لابد أن الجهات المعنية بالأسكان في البلد ترعى الموضوع وتخطط له في استراتيجياتها، وهذا ما تعمل عليه وزارة الأسكان والتخطيط العمراني معنا في سلطنة عمان. ما راح نعرفه في محطتنا الأولى مع الدكتورة حنان بنت عامر الجبرية، مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الأسكان والتخطيط العمراني، هو متعلق بهذه الاستراتيجيات والخطط اللي تحقق مفهوم أنسنة المدن. دكتور حنان، حياك الله معنا في برنامج مسار، وفي البداية تخبرينا عن كيف بإمكان أن التخطيط الحضري في سلطنة عمان يساهم في أنسنة المدن وأيضا إيجاد مدن حديثة عصرية تحقق هذا المفهوم. شكرا على الاستضافة، وأعتقد من المهم أن احنا في هذه المرحلة أن احنا نركز على التخطيط العمراني، لأنه ما بس في عمان، في جميع دول العالم صار في تركيز كبير على دور التخطيط العمراني في توجيهه للتنمية وفي تحقيق اقتصاديات المدن. وهذا لأنه ظهرت يعني بدأت هذه الظاهرة تتشكل بشكل قوي بعد فشل مفهوم اللي هو كان تخطيطي سابق، اللي معتمد على تخطيط المدن، المعتمد على تمحور التخطيط على السيارة. فصار مثل ردة الفعل بعد ما فشلت النظرية التخطيطية هذه، وما شكلت وما حققت أحياء سكنية متكاملة وما حققت أهداف المدن، فصار في ردة فعل، فظهر مفهوم اللي هو الأنسنة. ولما نتكلم عن مفهوم الأنسنة، هو شوي عن مفهوم أشمل من إنه ممرات وتشجير، هو مفهوم أعمق بكثير من كذا. هو مفهوم يتكلم عن كيف يكون في سهولة الوصول، كيف نحقق أحياء متكاملة الخدمات، كيف يكون عندنا فضاءات صغيرة يعني في أحياءنا السكنية، وتخلق بيئات حضرية فيها نابضة بالحياة وفيها حياة يعني، وأيضا تشجع على تحقيق المبادئ الأنسنة الثلاثة اللي هي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لأنه مفهوم الأنسنة يتكلم عن أنه كيف إحنا نشكل أحياء صغيرة تكون فيها كل الخدمات، فهذا بدوره عكس النظرية السابقة اللي كانت أكثر رأسمالية، لأنه كانت تعتمد على فكرة أنه نخلق أحياء كبيرة وتكون أحادية الاستخدام، يعني هي تكون أحياء سكنية، أحياء مثلا فيها مجمعات تجارية، أحياء صناعية. فهذا النوع السابق من التخطيط وشكل تحدي، لأنه بعد ما خلقوا هذه النطاقات التخطيطية الكبيرة بأحادية الاستعمال، صار فقط الربط بينها بالشوارع. يعني تقصدين في حديثك دكتورة أنسنة المدن ما تقتصر على مساحات شاسعة، وإنما بإمكانك أنك يعني تحققها في فضاء صغير على الأقل،
وأيضا يلبي كل هذه الاحتياجات. هي صح مثل ما ذكرت إن هي ما تركز على، هي ممكن إنك أنت تحققها في المساحات الكبيرة، بس فكرتها إنك أنت تحقق التكاملية، أو يكون عندك أيضا يسموه مفهوم المدن 15 دقيقة، إنك كيف تحقق أحياء صغيرة ممكن الفرد فيها يحصل على جميع احتياجاته، من عمل، من سكن، من ترفيه، في مشي ما يتجاوز 15 دقيقة. فكيف نحن ممكن حتى في مساحات كبيرة نخلق هذه الأحياء الصغيرة؟ لأنه لما كان المفهوم السابق كان أكثر يعزز الرأسمالية، لأنه كان بس يعتمد على الاقتصاديات الكبيرة، بينما لما نشتغل التخطيط على مفهوم أنه خلق الفضاءات الصغيرة والتكاملية الخدمات في مساحات صغيرة، كذا إحنا نعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، كذا نعزز من اقتصاديات المدن. فهذا مثلا إذا جينا من الجانب الاقتصادي. من الجانب الاجتماعي أيضا أنسنة المدن لها يعني كثير من الفوائد الاجتماعية، تقارب الأفراد وتفاعلهم في المدينة يكون بشكل أكبر لما نخلق هذه الفضاءات الصغيرة والأحياء والملاعب والخدمات، هذه يكون فرصة أنهم يلتقوا بشكل أكبر، ترفع من الصحة النفسية والبدنية للساكنين في هذه المناطق، لأنهم يعني لأنهم يستخدموا هذه الأحياء ويطلعوا من البيت مشي أو بالدراجة وغيرها، فهذا يخليهم أكثر صحة بدنية وأكثر حتى صصحة نفسية. إذا جينا من ناحية المحور الثالث الجانب البيئي، أيضا خلق هذه المتنفسات يعزز من جودة الهواء، يقلل من التلوث، وأيضا يساعد على التوازن البيئي. والاستغناء عن السيارة أيضا وعوادم السيارات اللي تسبب التلوث وكثير من التلوث، على اعتبار أن الساكن في هذا الحي هو يتنقل إما بالدراجة أو بأي وسيلة أخرى أو إما بالمشي. أيوة، هو إحنا عشان بس نوضح الفكرة، إحنا ما ندعو إلى الاستغناء كامل بس عن السيارة، بس هي الفكرة إنه كيف إن إحنا نقلل استعمال السيارة بحيث إن نعطي فرصة إن المدينة أيضا تكون فيها خيارات للساكن، إنه هو ما بالضرورة محصور فقط إنه يستخدم السيارة، عنده خيار إنه يمشي، عنده خيار إنه يركب الدراجة، عنده خيار يركب سكوتر أو يركب السيارة. ممتاز. طيب عشان نحقق كل هذه الأمور تكون منجزة وموجودة على أرض الواقع، لابد أن يتم تخطيط لها وأيضا وضع استراتيجيات. إيش هي أهم وأبرز الاستراتيجيات والخطط اللي وضعتها وزارة الأسكان والتخطيط العمراني دكتورة علشان أنها تحقق أنسنة المدن في الأحياء اللي تقوم يعني بالعمل عليها؟ طبعا إذا جينا نتكلم عن عمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، نبدأ إنه من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، حطت يعني الأساسيات في تحقيق هذا المبدأ، مبدأ أنسنة المدن والتخطيط المتكامل. فهي الاستراتيجية كانت على المستوى الوطني، وأيضا هي متوفرة على المستوى الإقليمي لكل محافظة. الآن الوزارة تعمل على المستوى الثالث اللي هو المخططات الهيكلية، عندنا مخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى، المخطط الهيكلي للنزوة الكبرى. ففي هذه المخططات الهيكلية أيضا عندنا مناطق فيها تخطيط تفصيلي يتم فيها مراعاة وتطبيق هذه المبادئ على مجموعة من الأحياء المختارة. غير هذه المشاريع أيضا عندنا مشاريع المدن المستقبلية، عندنا أولها طبعا مدينة السلطان هيثم، وعندنا أيضا مدينة الطيب، أيضا هذه مدينة منفذة، وعندنا مدينة صلالة ومدينة صحار أو مدينة منح أو نزوة. فهذه بالنسبة للمدن المستدامة. أيضا عندنا في المشاريع الصروح، في مشاريع الصروح هي أيضا مشاريع متكاملة تحقق فيها مبادئ الأنسنة. إذا ما تحدثنا عن الأحياء السكنية القديمة أيضا، هل لها نصيب أيضا من كل هذه الخطط والاستراتيجيات؟ طبعا هي الأحياء السكنية القديمة أيضا لها نصيب. يمكن إحنا في عمان المجتمع ما عاصر إعادة التخطيط، بس فكرة إعادة التخطيط هي أصلا يعني من صميم التخصص التخطيط العمراني، إنه كيف هذا نعيد تخطيط المدن أو الأحياء القائمة.
لأن المدن أو أنا أحب أشبهها إنها مثل كائن حي، يعني هي تعيش وتشيخ وتظهر فيها بتحديات ومشاكل وتتفاعل، فدور المخطط إنه هو كيف يستجيب وكيف يعالج هذه التحديات اللي موجودة في هذه المدن. فمن أبرز الأشياء اللي عندنا إحنا مبادرات موجودة عندنا في الوزارة هي مبادرة التجديد الحضري، نقوم فيها باختيار، وهي أيضا من نختار المواقع، أو هي مواقع أصلا تم يعني تحديدها من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. فهذه المواقع لأن فيها مقومات وممكن بإعادة تجديد أن هي يعني تدفع بعجلة التنمية، وأيضا تحقق اقتصاديات المحلية وتعزز من الاقتصاديات المحلية. ففي هذه البرامج احنا نقوم بدراسة هذه المواقع، ومن ناحية استعمالات الأراضي، إيش الخدمات الموجودة، الأنشطة الموجودة، وإيش الخدمات اللي ممكن أيضا تتوفر، كيف ممكن احنا نعزز من سهولة الوصول، من نقلل من حدة الكتلة الأسمنتية، نرفع من مستوى التشجير، ونعزز من قابلية المشي. فهذه مبادرة أيضا قائمة. وأيضا عندنا مبادرات مثل مبادرة شجر بيتك، هذه يعني خلاص موجودة مدشنة، هي أن كل شخص ممكن أنه يشجر أمام بيته حسب اشتراطات البلدية المختصة. وأيضا نعمل على مبادرة أخرى اسمها طور حيك. في هذه المبادرة نحن شوية نسمح للمجتمع أنه يكون له دور ويساهم في تطوير حيه. إذا كان مجموعة من السكان في حي واحد يقدروا أنهم ينشئوا جمعية للملاك أو لجنة، يعني راح يتم الاتفاق على المسمى لاحقا. بهذه الجمعية يمكن أنهم يطوروا هذا الحي، بيقدموا التصاميم ويتم اعتمادها من الوزارة، ويتم تنفيذ هذا الحي بتطبيق مبادئ الأنسنة. هل تم الاشتغال على يعني جاتكم مبادرة من حي معين في هذه المبادرة بالتحديد طور حيك؟ في كثير من الأحياء، مجموعة من الأحياء مشتغلين معنا وقدموا تصورات إنهم يريدوا يقدموا أو يطوروا أحياءهم. وهذه الأحياء ما بالضرورة تكون أحياء سكنية، بعضها تجارية وبعضها في أحياء قديمة حتى. دكتورة حنان، إذا ما رجعنا لإجابة السؤال الأول، ذكرتي أثر أنسنة المدن على المدينة نفسها من ناحية يعني من ناحية بيئية، خلينا نقول يعني الاستغناء عن كثير من المصادر اللي قد تسبب تلوث في بيئة الحي السكن الواحد، وغيرها أيضا من الفوائد الأخرى. خلينا نأخذ هذه المرة أثر أنسنة المدن على الفرد نفسه في استهلاكه، في سلوكه، في أيضا بناء أجيال آمنة وصحية ومنتجة. طبعا نحن نشكل المدينة بعدين هي تشكلنا، هذه مقولة يعني معروفة عند المخططين يعني. فهي الفكرة إنه كيف ما المدينة تم تصميمها هي في المقابل تأثر على سلوكيات الفرد. فإذا إحنا مثلا صممنا مدينة فيها كثير شوارع، الناس بتستخدم سيارات أكثر، وإذا وسعنا الشوارع الناس بتستخدم سيارات أكثر وأكثر. لكن إذا وفرنا البديل وسوينا مثلا ممرات مشاة، وعملنا مثلا ممرات للدراجات، الناس راح تبدا تستخدم هذه الممرات المشاة، وراح تستخدم ممرات الدراجات، بتصير المدينة اكثر. المدينة تصنع الفرد. ايوه، المدينة تاثر على سلوك الفرد يعني، وحتى من الجانب النفسي يعني. فيصير الاعتماد يعني على السيارة اقل، فيصير الواحد يطلع اكثر، الجانب النفسي والصحي يصير افضل. والأجيال القادمة أيضا دكتورة؟ هو الأجيال القادمة فرصة إن هم نستثمر فيهم يعني، أو إن ننتقل للمرحلة القادمة أكبر، كونهم إن هم بعدهم ما تعلقوا بالسيارة. فإنه الآن الحاصل إنه الواحد بس يدخل الجامعة يعني سواء يريد ولا ما يريد، هو هذا الخيار الوحيد اللي عنده أمامه، إنه لازم يصير عنده سيارة عشان يروح الكلية ويروح الجامعة. لكن إذا كان في بدائل أخرى، في باصات يعني، في وسائل نقل أخرى حتى داخل الحرم الجامعي يعني، إذا ممكن يتنقل بسهولة، فهذا رح يخليه أكثر إنه هو معتمد على وسائل نقل غير السيارة. حتى بعد ما يشتغل ممكن ما يضطر يشتري سيارة في بداية حياته، ففرصة إن احنا نستثمر فيهم ويعني نعزز فيهم هذه الممارسات أفضل من لما يكونوا يعني الكبار المتعودين على استعمال السيارة. دكتورة، هذا فيما يتعلق بالاستثمار، استثمار الشخص في نفسه خلينا نقول إذا صح التعبير،
وللأجيال القادمة أبنائه وأيضا أحفاده، كيف بإمكان أن الحكومة أيضا تستثمر في هذه الأحياء السكنية اللي تطبق أنسنة المدن في أنها تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار؟ مثل ما قلت هذه المرة يعني زاوية اقتصادية شوي. أيوة ترى هي ليش الحين أكثر في اهتمام كبير على موضوع أنسنة المدن؟ لأنه له دور كبير ويعني أثر كبير على الجانب الاقتصادي، فصار في تعزيز لأنه الأنسنة تعزز من المشاريع الصغيرة المتوسطة، وهي يعني تخطيطيا لما احنا نوفر هذه المساحات أو الفضاءات الصغيرة وفيها مجتمعات يعني فيها خدمات متكاملة والناس تقدر تتحرك فيها بسهولة، فرصة أن تنشأ فيها مشاريع صغيرة ومتوسطة، لأن لما يصير في ارتياد ويصير في حاجة ممكن يطلع مثلا مطعم، يطلع مقهى، يطلع مثلا محل صغير، هذه كلها تعزز من اقتصاديات وتخلق فرص عمل، يعني يصير أن الواحد ما لازم ينتظر الوظيفة، بالعكس ممكن يبدأ في استثمار وفي مشروع بسيط ويطوره لاحقا. فهذا كله في النهاية يرجع يصب في اقتصاديات المدن. وأيضا إذا جينا على المستوى الأعلى نفس الشيء، إنه مبادئ الأنسنة تخلق وخلق هذه الفضاءات ممكن تطلع مشاريع ترفيهية كبيرة أيضا تعزز من اقتصاديات المدن. دكتورة خلينا ننهي هذا الحوار الجميل معك بتجربة أو نموذج محلي وأيضا نموذج خارجي بإمكانه أن يعني نستخدمه كنموذج لأنسنة المدن وحقق أنسنة المدن بشكل تام أو بشكل يعني أسس هذا الحي السكني بأنسنة مدن بحذافيرها، ونقدر أيضا ناخذ كنموذج ناجح. أنا بذكر يمكن أكثر من نموذج في عمان، بعضهم جدد وبعضهم واحد قديم. مثلا إذا جينا على النموذج القديم عندنا مثلا نزوة منطقة، يعني نزوة وحارة العقر والسوق يعني أكبر مثال على أنسنة المدن، وكيف أن هذه أصلا مبادئ هي أصلا ما جديدة، هي أصلا مبادئ موجودة من قبل. هي مفهوم المختصر ممكن نتكلم عن أنسنة المدن هو كيف أن التخطيط ينسجم ويتمحور حول الإنسان واحتياجاته، وهذا تحقق في نزوة سابقا في القديم، ولأنه متحقق بشكل كبير ففي مرونة إنه هو حتى يستجيب مع التطورات الجديدة والاحتياجات المعاصرة، وأعتقد الكل يشهد هذا الشيء. من النماذج الجديدة اللي ممكن نذكرها، ممكن نذكر في بالي الحين مثلا مشروع الموج، متحقق فيه مفهوم الأنسنة من حيث الأحياء وتخطيط الأحياء والممرات والماشي والاحتياجات وكل الخدمات والمرافق. أيضا عندنا تجربة أخرى جديدة ممكن أذكرها لأنها فيها جانب اللي هو قبل وبعد، كيف ممكن أن حي كان يعني ما محقق الأنسنة وكيف تحقق فيه الأنسنة، هو مشروع راس الحمراء. فواضح جدا كيف أنه التغيير الكبير، يعني اللي يروح قبل ويروح يزور المكان الحين يحس أنه كأن المكان يعني إحساسه مختلف تماما واستخدامه صار يعني غير وأفضل بكثير يعني من سابقا. شكرا لك دكتورة حنان، يعطيك العافية، ونحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في خططكم واستراتيجياتكم، ونرى إن شاء الله كل أحياء عمان هي مطبقة لأنسنة المدن بإذن الله. شكرا على الاستضافة. الله يخليك. بارك الله فيك. إذن هذه كانت محطتنا الأولى في أنسنة المدن من وجهة نظر وأيضا استعراض للخطط والاستراتيجيات التي تتبناها وزارة الأسكان والتخطيط العمراني. نذهب إلى وجهة نظر عقارية بحتة هذه المرة من القطاع الخاص مع ضيفنا في المحطة الثانية. بعد ما خلصنا محطتنا الأولى نذهب معكم مشاهدين الكرام لضيفنا الثاني، وهو الأستاذ عبدالله الغافري الرئيس التنفيذي لشركة الغافري للوساطة العقارية. عبدالله رحب فيك معنا في برنامج مسار،
واليوم خصصنا الحديث عن أنسنة المدن، ولا بد أن نستعرض أيضا هذا المفهوم من وجهة نظر عقارية بحتة. كونك صاحب شركة عقارية وأيضا تشتغل في الوساطة العقارية، كيف تشوف هذا التوجه؟ لماذا يعني نشوف في توجه لأنسنة المدن، وإيش هي الفوائد اللي ممكن تحققها أنسنة المدن في سلطنة عمان في تخطيط الأحياء الحضرية؟ أولا أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج المميز. طبعا لاحظ في توجه من قبل التخطيط الإسكاني وفي تطبيق مفهوم أنسنة المدن، وهذا التوجه ناتج عن تقييم للوضع الحالي والطلب المتزايد للناس والمجتمع أنهم يسكنوا في نفس هذه المجتمعات المتكاملة. وطبعا من أبرز الفوائد اللي راح تكون موجودة وينتفع فيها الفرد والمجتمع في نفس هذه المجتمعات المتكاملة، هو أولا أن معظم المرافق راح تكون قريبة من مساكن ومربوطة بمسارات مجهزة، وتقلل من استخدام السيارات ووسائل النقل. وأيضا من المفهوم العقاري كل ما زاد جاذبية العيش في نفس هذه المجتمعات تزيد من قيمة العقار نفسه. عبد الله، راح نتكلم إن شاء الله عن التكلفة باهظة الثمن في هذه الوحدات السكنية اللي موجودة في الأحياء اللي تحقق مفهوم أنسنة المدن، لكن خلنا ناخذ وجهة نظرك أيضا كونك يعني وسيط عقاري وتشتغل أيضا مع مطورين عقاريين عن التطبيق الفعلي اللي موجود في تخطيط الأحياء السكنية وتطبيق أنسنة المدن فيها. وين وصلنا في التطبيق هذا؟ طبعا التطبيق ملموس، وأي شخص في هذا القطاع يلتمس هذا التطبيق سواء من القطاع الخاص والقطاع الحكومي. بالنسبة للقطاع الحكومي تم إعادة هيكلة مدينة مسقط ومدينة صلالة لتصبح مسقط الكبرى وصلالة الكبرى. وأيضا في القطاع الخاص في مشاريع قائمة نفذت أو طبقت مفهوم أنسنة المدن مثل الموج مسقط، ومشاريع مستقبلية مثل المدينة المستدامة وكذلك مدينة عايدة، والمشروع العملاق اللي هو مدينة السلطان هيثم راح يطبق مفهوم أنسنة المدن بحذافيرة. أبرز التحديات عبد الله اللي ممكن تواجه المطور العقاري أو الوسيط العقاري أو كل من يشتغل على العقارات بشكل عام في الأحياء السكنية اللي تلبي أنسنة المدن وتحقق أنسنة المدن فيها، إيش هي أبرز التحديات؟ حالياً يعني التحديات اللي نواجهها إحنا كعاملين في هذا القطاع إن معظم هذه المشاريع اللي تطبق مفهوم أنسنة المدن هي مشاريع تستهدف الفئات ذو الدخل العالي. نحتاج في السوق في فجوة يعني ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط أنهم يسكنوا في نفس هذه المجتمعات اللي تكون هي متكاملة وتطبق مفهوم أنسنة المدن. هذه المجتمعات بالعادة يكون يعني يشتغل عليها لفترة طويلة وتوضع لها خطط واستراتيجيات كثيرة، لكن هي أيضا حتى عندما تباع كوحدات سكنية تكون باهظة الثمن. إيش سبب يعني أن تكون يعني بثمن كبير، وهل يسبب لكم عائق انتم ك يعني مشتغلين في 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 الوساطة العقارية؟ نعم، هو يكون المشروع يستهدف مثل ما ذكرت الفئات ذو الدخل العالي، لان معظم هالمشاريع ترتكز في مدينة مسقط في قلب المدينة، فنحتاج ان تكون مشاريع اخرى تستهدف الفئات بالدخل المحدود والدخل المتوسط ليتمكنوا أيضا أنهم يسكنوا ويعيشوا في مجتمعات متكاملة، مجتمعات توفر لهم كافة سبل الراحة. نرجع لنقطة باهظ الثمن هذه المرة عبد الله، إيش رأيك بالناس اللي تقول علشان إحنا نحقق أنسنة المدن في الأحياء السكنية لابد أن ندفع يعني مبالغ كثيرة، في نفس الوقت لابد أن نضحي بمساحات كثيرة؟ هو مفهوم أنسنة المدن عبارة عن أفكار، ما شرط أنها تكون مكلفة، قد تكون أفكار بأسعار معقولة يعني، ولكن وإن كانت مكلفة فهي تصب في النهاية لصالح الساكن والمقيمين في هذه المجتمعات، وتعمل على استدامة المشاريع لمدى طويل
يكون فيها تعايش، يكون فيها راحة وكافة سبل المعيشة اللازمة للأفراد وكافة شرائح المجتمع فيه. وبالنسبة للمساحات عبد الله؟ بالنسبة للمساحات يعني هي تعتمد مثل ما ذكرت على التفكير الإبداعي، فممكن على مساحات حتى لو كانت قليلة أنها تلبي الاحتياج أو تنشئ هذه المساحات العامة. فمثل ما هو متعارف في العقار، كل ما زاد الطلب على الشيء زادت قيمته، فهذه المدن راح تكون جاذبة للعيش فيها، بالتالي تزيد من قيمة العقار وفي الأخير يستفيد منها المطور والمستثمر فيها. كوسيط عقاري وين تفضل؟ الحي السكني اللي يلبي كل حاجة الساكن فيه أم الحي السكني بشكل الاعتيادي المعروف؟ والله طبعا الحي السكني اللي تلبي كافة الاحتياجات هو التوجه حاليا، يعني أنسنة لأن نعم بالضبط أنسنة المدن هذه، لأن الشخص أو الفرد اللي يعيش في هذا أو نقول أسرة كاملة ما تعيش فقط في البيت، تعيش في المجتمع، يكون في مجتمع متآلف، يكون في ترابط في المرافق، ويكون في سهولة وصول وخروج إلى هذه المرافق. ف يعني الأفضلية طبعا للمدن اللي هي تطبق مفهوم أنسنة المدن. عبد الله، عشان نطبق أنسنة المدن هل محتاجين فترة طويلة ولا إيش اللي محتاجينه بالضبط؟ يحتاج إعداد، إعداد ما بس من قبل يعني الجهات التخطيطية، بل إعداد لفهم شرائح المجتمع واحتياجاتهم على أساس أن ينبني شيء مناسب لهم ويلائم احتياجاتهم. فيحتاج وقت، يحتاج دراسة، يحتاج بحوث، يحتاج بيانات أيضا وتحليل بيانات. ممتاز. إحنا لما نذكر أنسنة المدن وتطبيقها في سلطنة عمان موعودين بنموذج حي وناجح وواعد أيضا، هو نموذج مدينة السلطان هيثم لتطبيق مفهوم أنسنة المدن ونظرية أنسنة المدن. كيف يستفيد منها الوسيط العقاري، وخاصة أنها يعني راح تربط أحياء سكنية أخرى بنفس المفهوم أنسنة المدن ومحور الأسرة؟ طبعا مدينة سلطان هيثم تمثل فرصة لأي شخص يفكر يسكن في مدينة متكاملة ومطبق فيها مفهوم أنسنة المدن بشكل متكامل. هذه المدينة راح تلبي كافة احتياجات الأفراد بكافة الطبقات، وهي معمولة على أساس أن تكون الأسرة هي محور المدينة، وإحنا كوسطاء عقاريين هذه فرصة مناسبة لنا نرضي طلبات المشترين اللي يريدوا يسكنوا في مجمعات سكنية بهذه المواصفات. طبعا مدينة سلطان هيثم توفر مسارات خاصة للمشي، توفر مسارات خاصة للجري، تربط المرافق العامة مع المساكن، وهذا يسهل الحركة في هذا الحي السكني. أيضا الأنشطة الرياضية اللي متوفرة في الملاعب، المناطق الخضراء، كلها تعتبر ميزة إضافية للساكنين فيه، بحيث أنهم ما يضطروا يخرجوا من المنطقة هذه يتوجهوا إلى مناطق أخرى، يكونوا موجودين في نفس المكان، وهذا طبعا لرب الأسرة، للأطفال، لكافة الشرائح المجتمع. يعني هكذا نموذج يمكن يلبي عناصر أنسنة المدن وتطبيقها أيضا في الحي السكني. بالضبط. كيف يكون هذا الحي السكني اللي مؤنسن هو بيئة جاذبة للاستثمار، بإمكان أن أي حد يفتح مثلا نشاط تجاري فيه؟ نعم طبعا، إذا سألت أي شخص وين وده يسكن، هل في بيئة مثل هذه أو في يعني حديقة سمنتية، فراح يفضل طبعا بيئات مختلفة، بيئة تكون تعيش فيها بدل ما تسكن فيها، اللي هي العيش الفعل، انك ما تضطر تستخدم سيارتك طول الوقت، تمشي، يعني تمارس الرياضة فيها. فنفس هذه المدن تكون جاذبة للعيش فيها، بالتالي الأعداد كبيرة من الناس راح يرغبوا يسكنوا في هذه المدن، الطلب على العقار راح يزيد فيها، وقيمة العقار ذاتها يعني راح ترتفع. ممتاز. شكرا لك عبد الله، أثريتنا في الحديث معك عن أنسنة المدن، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. أشكركم على استضافتكم الطيبة. بارك الله فيك.
إذن استمعنا من وجهة نظر عبد الله الغافري رئيس التنفيذي لشركة الغافري للوساطة العقارية وجهة نظر وسيط عقاري في أنسنة المدن وكيف بإمكاننا أن نحقق أنسنة المدن في الأحياء السكنية من خلال التطوير العقاري أو من خلال أيضا البيع والشراء والوساطة العقارية. التوجه العالمي لكثير من الدول في التخطيط الحضري أن تحقق مفهوم ونظرية أنسنة المدن في تخطيط الأحياء السكنية. ومفهوم أنسنة المدن ليس بمفهوم جديد، وإنما هو مفهوم قديم. يمكن كثير من الأحياء السكنية القديمة هي يتم تطويرها الآن كانت قد حققت مفهوم أنسنة المدن. من خلال هذه الحلقة ومن خلال هذا المسار عرفنا إيش هي الخطط والاستراتيجيات التي يتم تنفيذها لتحقيق أنسنة المدن في سلطنة عمان، وأيضا من وجهة وسيط عقاري تعرفنا عن أنسنة المدن وكيف بإمكانها أن تفيد الوسيط العقاري وأيضا المشتري وتلبي حاجته. نشوفكم إن شاء الله في مسار جديد وحلقة جديدة. خلونا دائما نتقدم بثقة. إلى اللقاء.